تم اتهامكم بالهروب من برنامج على قناة فدك. قبل السؤال عن سبب انسحابكم من البرنامج، ما الذي دفعك لقبول المشاركة أو الدعوة في قناة معروفة التوجه وبرنامج معروف الأهداف وصاحبه أيضا معروف باستفزازاته؟ هل كانت أو هل كنت تجهل الجهة والموضوع أم ماذا بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لم أفر من البرنامج لأننا أصلا لم أكن أعلم عن طبيعة البرنامج شيئا، ولا عن القناة ولا عن خطها ولا عن اسمها ولا عن الذي يحاورني فيه. لم أكن أعلم أي شيء عن ذلك البتة، فأنا استدعيت من قبل أحدهم لتسجيل، وليس للمرور مباشرة، لتسجيل برنامج ديني على شبكة إعلامية بريطانية، ومن هناك سوف توزع على بعض الفضائيات. أبدا ولا أحد ذكر لي أن اللقاء سيكون أولا بالمباشر، ثانيا على قناة فدك، ثالثا أن ستكون هناك مناظرة أو محاججة أو ما شابه، أبدا. حتى إنني وأنا أتكلم كنت أظن أنني أتكلم لأسجل كما هو متفق معي، ولذلك هم حجبوا عني الشاشة، ومن ثم لم أكن أعلم أنني أتحدث أصلا على شاشة فدك، ولم أكن أعلم ابتداء أنني أحاور ذلك الرافضي. ولذلك فهذه تكفيهم معرة وخسة أنهم استدرجوني لبرنامج ديني ثم كتموا عني كل شيء ليوهموا الناس بالتالي أنني فررت منه. لكن أننا عندما طيب هذا يجرنا إلى السؤال الثاني. يعني واضح جدا من خلال إجابتك أن الأمر كان استدراجا، لم يحيطك علما لا باسم القناة ولا باسم البرنامج ولا بالموضوع إطلاقاً. في لحظة يعني من اللحظات انسحبت، هل كان انسحابا أم هروبا أم طريقة يعني للاحتجاج عن الأسئلة وعن التوجه؟ لا، أنا من طبعي كما تعلمون أنا لا أفر من الحوار، وأنا رجل حوار أصلا، وليس أمام هؤلاء يكون حتى إذا كان قدر ونزل أن أفر من ممن أفر، فلا أفر من هؤلاء الأذناب، هؤلاء السفهاء الذين يسمونهم أصلا، هذا العدو ياسر يسميه كبار الشيعة في إيران وفي حسن نصر الله وغيره يسمونه الأحمق، إذن هذا أحمق عند الشيعة، فما بالك عندنا نحن أهل السنة؟ أبدا، وكيف أفر من هؤلاء الجهال؟ لكن أنا عندما تفطنت أن الرجل يمرر علي رسائل على ظهري، وأنه أراد أن يجعلني ساحة حوار وليس طرفا في الحوار، عندما أيقنت أن الرجل لا يعطيني الفرصة أبدا لأرد عن ترهاتي وعن شبهاته، أيقنت على أن الأمر مبين، ودون أن أعلم أنني أمر على الشاشة مباشرة، ودون أن أعلم إلى تلك اللحظة أنني مع قناة فدك، أبدا لم يخطر هذا على بالي. ومع ذلك عندما أيقنت أن الأمر مبيت وأن هناك من يمرر رسائل معلومة الفحوى ومعلومة الدلالة سياسية ودينية وعقدية وما إلى ذلك، حين انتفضت في وجهه عندما لم يترك للكلام وحق الرد، هنا أوقفت التسجيل في نظري، وأنا في الواقع أوقفت البث المباشر. وهنا يعني الرجل لعله، أنا لم أستمع، لكن قيل لي طبل وزمر وإلى آخره، واستثمر هذا الخروج من هذا الهراء ومن هذا البرنامج الكذوب، من هذا اللقاء الخادع الماكر. فولذلك أنا أعلن كما أعلنت على أكثر من منبر، أنا جاهز لأناظر كبيرهم الذي علمهم الكفر والزندقة، هذا ياسر العدو، بشرط واحد، وأن يكون اللقاء وأن تكون المناظرة على قناة مستقلة وليست على قناته، لأنني لا أثق أبدا في أبناء زواج المتعة. نعم، بعد انسحابك يعني استمر البرنامج، وكانت هناك مجموعة من الاتهامات لشخصكم وأيضا يعني للمغاربة صراحة عموما، لتاريخهم، لتدينهم، لبعض الصحابة، حتى أن الصفة التي أعطوك في البرنامج داعية
بكري وكان هجوم على يعني على أبو بكر وعلى يعني مجموعة من أنت تعرف يعني هذا. فما هو ردك على تلك الاتهامات؟ والله ماذا أقول لك، يعني أقول ما يعرفه الناس من إذا جاءتك مذمة من ناقص فتلك الشهادة بأني كامل والكمل لله عز وجل. فإذا ماذا أقول إذا جاءتك مذمة من رافضي خسيس؟ فهذا شرف لي أن يعيرني يعيرونني بالتوحيد ويعيرونني بالسنة ويعيرونني بحب أم المؤمنين عائشة وبحب أبي بكر الصديق وبحب عمر بن الخطاب. والله لشرف عظيم، وأي شرف هذا أن أعير بحب أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل تدرك يعني هذه القيمة التي أتبوأها؟ وهذا من فضل الله عز وجل، يعيرونني بأنني ابن عائشة، يعني وأنا لا أساوي غرزا في نعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا غرزا في نعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا غرزا في نعل عمر بن الخطاب الفاروق. فهؤلاء مجانين، هؤلاء يكفيني أن أقول فيهم ما قال فيهم أسيادهم، حمقى، هؤلاء حمقى.